أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. بنواصل دراستنا اليوم نفس الموضوع، ما هي إرادة الله لحياتك؟ ما تزعلش مني، رح أقول الكلمة الكتابية طبعا، يمكن تتضايق منها شوي. إرادة الله لحياتنا أحيانا الألم. تقولي طب ليه الألم؟ هذا جزء من مخطط الله، جزء من التشكيل الإلهي. يعرف الإنسان أو يكرم عند الامتحان، وطبعا بتعبر عن كيان وهوية الشخصية، نوعية الإنسان. وخلينا أقرأ بعض الآيات من رسالة بطرس الرسول إصحاح 4، من الآية الأولى بتقول: فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد، تسلحوا أنتم أيضا بهذه النية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس، بل لإرادة الله. ثم في آية 12 من نفس الإصحاح: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم، حادثة لأجل امتحانكم، كأنه أصابكم أمر غريب، بل كما اشتركتم في آلام المسيح افرحوا لكي تفرحوا في استعلان مجده أيضا مبتهجين. إن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن روح المجد والله يحل عليكم، أما من جهتهم فيجدف عليه، وأما من جهتكم فيمجد. فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل. في آية 19 مكتوب: فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودع أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. مكتوب: فالذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودع أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. فإذا أحبائي، ما هي إرادة الله لحياتكم؟ الألم. وعندما أقول الألم، الرسول بطرس بيكتب للمؤمنين اللي على وشك إنه يفوتوا اضطهاد وآلام مريرة وشديدة أيضا، والرسول يوحنا كتب حتى يشجع في هذه الأمور. فإذا الألم هو شيء يعني يسير جنبا إلى جنب مع إيماننا بالرب يسوع المسيح. قال يسوع: طوبى لكم إذا اضطهدوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، افرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماوات. فإذا اللي بعجبني في تعليم المسيح إنه بيعطي الخيار للناس أن لا تتبعه، لأنه اللي عاوز يتبعه لازم يكون مختبر الحياة الجديدة والولادة من فوق. والشيء اللي بيعجبني في شخصية المسيح أنه أمين، لأنه هو تألم مثالا لنا أو عنا. وأيضا المسيح مر في نفس الأمور اللي بيطلب من أتباعه أن يمروا، ومنشوف أمانته المطلقة أنه أمين، ما خباش أي شيء ولا وعد شيء اللي إحنا مش راح نمر فيه. فإذا هنا أحبائي مكتوب: فإذا الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودع أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير. ثم أحبائي مكتوب في نفس السفر إصحاح 3 آية 17: لأن تألمكم إن شاءت مشيئة الله وأنتم صانعون خيرا أفضل منه وأنتم صانعون شرا. ثم أحبائي في رسالة بطرس إصحاح 2 والآية 20
آية 22 مكتوب: لأنه أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون، بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون، فهذا فضل عند الله، لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. فإذا منشوف أحبائي إنه المسيح هو مثالنا في كل شيء. ألم يتنبأ إشعياء النبي عن يسوع المسيح، عن آلام المسيح؟ مكتوب عن يسوع: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. مكتوب أيضا في الرسالة أحبائي إلى العبرانيين: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. عبرانيين إصحاح 5 والآية 8 مكتوب: لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. مر في كل اختباراتنا وهو مثال لإلنا. فإذا أحبائي، شو ممكن يكون أسوأ من ألم ظلم الموت؟ يعني بقول إنه حتى الموت أفضل للمؤمن ما إنه يعني يتألم أو يضطهد لأمور غير صالحة، أمور شريرة. لكن إذا بنعمل أمور الخير مثل ما قرأنا، بيتكلم روح المجد يحل علينا. تعرفوا أحبائي، المسيح واجه كل أنواع الاضطهادات، واجه الاضطهاد، واجه آلام الرفض. تعرفوا أحبائي، كان بيصنع المعجزات الخارقة، وقالوا أنه برئيس الشياطين، ببعل زبول يخرج الشياطين. وحتى لما أجوا يآمنوا قال: أحب مجد الناس أكثر من مجد الله، لأنهم أحبوا الظلم أكثر من النور، لأن أعمالهم كانت شريرة. ثم ألام التجارب الكثيرة، تجرب كل أنواع التجارب ما عدا الخطية. فإذا المسيح تألم لأجلنا في الجسد حتى يكون مثالنا، حتى يعني نسلم ولا نستسلم. يعني في فرق، نسلم ونستودع أنفسنا لمشيئة الله كما لخالق أمين، وإن كان تألمنا بحسب مشيئة الله أفضل من أنه نكون صانعين خير، أفضل من أنه نكون صانعين شر. أحبائي، هذا النوع من الآلام يقودنا إلى الاتكال والاعتماد على الرب. هذا النوع من الآلام يقودنا إلى الرجوع إلى الرب. مكتوب: لأنه قد وهب لكم من أجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتألموا لأجله. فإذا أحبائي، كل هذا الآلام لأجل المسيح. إن كان كرهوا المسيح رح يكرهونا، وإن كان لم يؤمنوا بالمسيح مش رح يآمنوا برسالتنا. لكن المسيح واضح، لم يفرش طريق مفروش بالورود، علم عن إنكار الذات، وعلم أيضا عن حمل الصليب باختيار، ولكن أيضا بفرح أيضا. فإذا الألم أحبائي كتير مرات بيكون ضروري. ونعرف أن هذا موضوع كبير، وهذا صعب يتعالج بتأمل صغير، لكن إن شاء الله في المستقبل يمكن نسهب أكثر في هذا الموضوع. لكن الألم هو جرس الإنذار إنه في شيء خطأ في حياتنا، في شيء يعني إذا في أوجاع في الجسم أو في مشكلة جسدية أو مرض معين، كيف بتعرف؟ من خلال الألم. تخيل إن الإنسان بحسش، ما عندوش ألم،
بموت الإنسان هو مش عارف على إيه مات. فالألام تعتبر جرس الإنذار اللي بتحذرنا واللي بتنذرنا أنه في شيء خطأ محتاج إلى تصحيح. شيء ثاني أحبائي لازم نتعلم مثل ما قرأنا من الآيات الكثيرة، أنه المسيح هو مثالنا في الألم. والرسول بولس كتب لكنيسة فيليبي: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها في موته. في أوضح من هيك آيات؟ الألم أحبائي هو الوسيلة التي تقربنا إلى الله. الألم هو البوتقة التي تنقينا فتصبح حياتنا أنقى وأرقى وأصفى، حياتنا لامعة مثل الذهب. لولا الصليب أحبائي لقلنا الألم ظلم، لكن مكتوب عن المسيح يسوع: المسيح رجل أوجاع ومختبر الحزن. هو فاهم، وحتى لما بتمر في الآلام بقول لك انظر إلى يسوع، إلى الصليب المرسوم أمام عيونكم. إيه ممكن يكون آلام أكثر من آلام الرب يسوع المسيح؟ له كل المجد. تذكر أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. فالألم كتير مرات حتى الله يتمجد، حتى يكون في بركة في حياتنا، حتى يمتحن إيماننا، حتى يخزي ويرد على كل شكايات الشيطان. الألم كتير مرات بيكون امتحان حتى نجوز إلى نضج روحي أعمق وقوة أوثق في معرفة الرب يسوع المسيح. الألم مش بس برجعنا إلى الله، لكن بقربنا إلى الله. والألم بكل بساطة بيدربنا على حياة الصبر. لما بنتألم بنتدرب على حياة الصبر. وخلي بالك إنه الله اتضايق في دقتنا، والله بيتألم لألامنا، الله بيشعر مع مشاعرنا، والله بحس فيك، الله عارف. والرب يسوع تعاطف مع البشرية وبقول لك أنا كنت إنسان مثلك، وأنا بعرف اللي أنت بتمر فيه. مشان هيك بيعطينا نعمة خاصة أن ندخل إلى عرش النعمة ونجد عونا، نعمة من الرب يسوع المسيح له كل المجد. الرب يدربنا أنه ينقينا ويدربنا. بتقرأ في مزمور 105 عن حياة يوسف. يوسف أذو رجليه بالقيد وتألم مع أنه كان ابن صار عبد، لكن صار متسلط على مصر، ومن خلال الألام تدرب وكان سبب خلاص لعائلته وخلاص لمصر وخلاص للشعوب المحيطة في مصر أيضا. في مزمور 66: دخلنا النار ثم أخرجتنا إلى الخصب، إلى مكان الراحة. الله بيتعامل معنا حتى يشددنا، حتى يقوينا، حتى يشكلنا. ولما يعقوب يتكلم عن يوسف انه غصن مثمر، وهكذا بيتكلم عن الألم اللي مر فيه وكيف انه صار شجرة مثمرة مباركة في كل مكان. الرسول بطرس يقول: روح المجد يحل عليكم. مكتوب ايضا: لذلك لنفشل فإن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ونعاوز أختم بهذه الآيات أحبائي من رسالة بطرس إصحاح 5 والآية 10: وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع، بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، آمين. في روميا أحبائي مكتوب: إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. تعرفوا بولس لما كتب للكنيسة بيتكلم عن ألامه، يقول: أكمل نقائص شدائد المسيح. كأنه من خلال الألام عن بعب الفرغ، عن بكمل كل نقصان فينا.
اللي عاوز أقوله أحبائي، أكيد بتمر في نوع من الآلام، آلام الرفض، آلام الترك، آلام الاضطهاد، آلام الشكاية، آلام الظلم، آلام يعني آلام جسدية، آلام نفسية، آلام روحية، آلام اضطهاد فكري، اضطهاد جسدي، كلام صيت، سمعة سيئة عم بتفوت كل أنواع الآلام. الرب يسوع اختبر كل هذه أنواع الآلام. مكتوب خلينا نستودع أنفسنا كما لخالق أمين في عمل صالح. إذا تألمنا بحسب مشيئة الله طباك، يا هنائك يا سعادتك. قل له يا رب أعطيني منسوب نعمة أكثر، واعطيني أتحمل الآلام، لكن توعدت أن لا تدعنا نجرب فوق ما نستطيع، بل تجعل مع التجربة المنفذ لكي تقدر أن تحتمله. أعطيني منسوب نعمة أتحمل. على فكرة إذا أنت تباركت من هذا التعليم، هل في شخص في ذهنك حابب أنك أنت تباركه؟ أنا بحكي لك كيف ممكن تباركه. ممكن تحط لايك على هذا الفيسبوك، لأنه برضو عم نواجه كل أنواع التحديات والاضطهادات حتى على التواصل الاجتماعي، مرة بيغلقوه مرة بيفتحوه، فأنت حط لايك. شيء تاني، فعلا أنت بتكون مرسل وبتقول أنا عم بخدم الرب، الرسائل اللي أنت عم بتشاهدها ابعتها لأشخاص عزيزين على قلبك. شو رأيك تشارك اليوم مع 10 أشخاص؟ وأكيد الرب رح يكافئك ويباركك. على فكرة إذا عندك سؤال، وإذا بتحب يعني نصلي معاك، نصلي من أجل طلبي أو أي ضعف أو مرض، اكتب اسمك، بنجمع الطلبات وفي يوم رح بشكل بث مباشر نصلي مع الجميع. الرب يكون معكم.